السلام عليكم. تراجع كبير في منسوب مياه سد الموصل في العراق الذي يقع على نهر دجلة. في هذه السنة هناك تراجع كبير وملحوظ لسد الموصل، وحسب الأخبار الأخيرة أنه لم يتبقى فيه سوى 30% الطاقة الاستيعابية الكاملة، أي تخزين السد، أكثر من 11 مليار متر مكعب من المياه، وهذا من أكبر السدود في العراق، بحيث هذا السد يولد توليد الكهرباء يعني بطاقة تبلغ 750 ميجاوات لما يقارب أكثر من 1.5 مليون من السكان. هذا يعني من أهم السدود. تراجع منسوبه بشكل كبير بسبب سنوات الجفاف المتتالية، قلة التساقطات المطرية خلال الأربع سنوات الأخيرة، كذلك مع سدود تركيا التي تمنع مرور المياه إلى العراق. كان من المفترض أن تركيا ستسمح بمرور المياه باتجاه العراق. هناك جفافا رهيبا وتراجع منسوب مياه نهر دجلة بشكل رهيب. اللهم نسألك غيثا نافعا.